سمع الله لمن حمده هذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدان تنبيه من الاخطاء الشائعه ان بعض المصلين اذا كان اماما او منفردا يقتصر على قوله سمع الله لمن, سمع حمده, الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد مع ان التحميد من واجبات الصلاه سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ولك الشكر. زيادة والشكر من الأقوال التي لا تشرع لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده. آه. هذا المصلي ارتكب خطأين، الأول مخالفته للسنة في رفع اليدين. وقد تقدمت الصفة الصحيحة في رفع اليدين، والخطأ الثاني في رفع بصره إلى السماء، وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم". رواه مسلم. الله أكبر. هذا الركوع مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعد الركوع صحيحا ما لم تصل يداه الى ركبتيه وهذه الصوره ايضا مخالفه لما ورد في السنه المطهره والصحيح هو ما تشاهدونه من استواء ظهر المصلي في الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع رواه البخاري ومسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب ومن الكف المنهي عنه ثني الاكمام. هذا الرجل اخل بركن من اركان الصلاه وهو الطمأنينه ومن المعلوم أن الركن تبطل الصلاة بتركه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته كالذي ترونه الآن ارجع فصلي فإنك لم تصل وعندما أراد تعليمه الصلاة الصحيحة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم اركع حتى تطمئن راكعا الله أكبر. الله أكبر. ثم ارفع حتى تعتدل قائما سمع الله لمن حمده ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الله أكبر ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الله اكبر. وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. الله اكبر. هذه الصفه الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله للسجود بتقديم ركبتيه على يديه. من الاخطاء الشائعه في السجود والتي قد يؤدي بعضها الى بطلان الصلاه السجود على الانف دون الجبهه وهو فعل مخالف للسنه السجود على الجبهه دون الانف وهو فعل مخالف للسنه الافتراش كافتراش الكلب وهذا من الاعمال المكروهه في الصلاه عدم مجافاة اليدين عن الجنبين في السجود، وهو فعل مخالف للسنة. رفع القدمين في السجود، وهذا من الأفعال المبطلة للصلاة، إن استمر ذلك طيلة السجود. وكذلك رفع إحدى القدمين أثناء السجود، وهذا من الأفعال المبطلة للصلاة. السجود على اطراف اصابع اليدين وهو فعل مخالف